هل تجبر الكتابية على الغسل من الجنابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا طلب زوجها من ذلك منها ذلك فإنها تجبر على القول الصحيح، وإن كان هذا لا ينفعها لأنها لن تصلي، لكن ينفع زوجها بالنسبة لجماعه، فإذا أجبرها أن تغتسل وجب عليها أن تغتسل. وقال بعض أهل العلم منها لا تجبر، لكن الراجح أنها تجبر لحق الزوج. نعم.